أنا الآن بالقرب من سجن غويران الذي يضم حوالي 5000 معتقلي تنظيم داعش. قبل قليل طائرات التحالف الدولي قصفت بأربع صواريخ حي الزهور الذي خرج عن السيطرة منذ ليلة أمس بعد فرار أكثر من 25 من خلايا تنظيم الدولة الذين هاجموا السجن داخل الحي واستغلوا المدنيين واتخذوهم دروع مدنية. وحسب الأهالي عندما التقينا بهم هنا أكدوا بأن هناك عناصر من تنظيم داعش داخل الحي حي الزهور. بحسب المعلومات الأولية استطاع قوات سوريا الديمقراطية اعتقال أكثر من 110 معتقلين من تنظيم داعش حاولوا الفرار. أما بالنسبة لسجن غويران هناك أكثر من 3 مهاجع خرجت عن السيطرة وتحاول قوات سوريا الديمقراطية وقوات خاصة من هات بالسيطرة مرة أخرى على سجن غويران. نستطيع القول بأن السيطرة على سجن غويران سهل جدا بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية، ولكن الأصعب المهمة الصعبة جدا لدى قوات سوريا الديمقراطية هي السيطرة على حي الزهور، وخاصة أن هناك آلاف من المدنيين كما ترون خلفي. هناك تجمع كبير للمدنيين هنا هربوا من حي الزهور. بالنسبة لسماع الأصوات هناك اشتباكات متقطعة ما بين قوات سوريا الديمقراطية وخلايا تنظيم داعش. كما نعلم بأن الهجوم الذي شنه خلايا تنظيم الثلاث محاور، الأولى تفجير 3 صهاريج للمحروقات، والثانية عربة بالقرب من باب السجن، وأخرى دراجة نارية. وبحسب مدير الإعلامي لمركز قوات سوريا الديمقراطية أن هناك عشرات القتلى من خلايا تنظيم داعش في حي الزهور وأيضا في سجن غويران، وأيضا هناك قتلى لقوات الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية. الآن حتى هذه اللحظة هناك اشتباكات متقطعة ما بين قوات سوريا الديمقراطية وخلايا تنظيم داعش المتواجدون في حي الزهور. وكاميرا سكاي نيوز عربية رصدت مشاهدات بعض النازحين من الحسكة. والله جو متنا وتمنا الخوف، أجيال بردة تبوزه وما عاد نعرف وين نروح. انت وين من انو حاره؟ من غاد من جو. شفت الدواعش هنا؟ ايه شفتها. في كثير ضرب، في قتل. في قتلى بين المدنيين؟ ما اعرف والله ما اعرف. لا 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 ما شفنا، لا بس نسمع صوت الضرب امبارح بالليل وما بشي. والله الوضع حاليا نحن هون ما وصلنا شيء، بس جوا عم يحكوا ما يخلصون. والله ما سمعنا تفجير، وبس بعدين بعد التفجير ممنوع التجول وما طلعنا بره.